بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل سلسلة الكراون اند بريدج ليكتشر. بعدت الكاميرا حتى تاخذون سكرين شوت. تمام، هسه نبدي نشرح البورسين لامينيت فينير. شنو يعني فينير ولامينيت؟ يعني يكون مثل الشريحة هاي الشيل. وين تدخل؟ وين منين مصنوع؟ من البورسلين، مصنوع من البورسلين. وين نخليها؟ نخليها على الليبيا سيرفيس، هاي منطقة السن، الأسنان الأمامية. نخليها على انتيرير تيث من جهة الليبيا، بحيث راح تعوض للشكل السن، ريكونتورينج الشيب اوف توث. شكل السن راح يرجع عندي، وراح يصير عندي اللون هم يعني نفس لون سني ونفس لون السن المجاور. وهاي منطقة البروكسيمال سيرفيس راح تنسد، كلوز انتر بروكسيمال سيرفيس، هاي المنطقة صار بين سن وسن، راح انسدها بهاي اللامينيت فينير اللي هي شغل هاي الشريحة اللي صايرة على اليمين على منطقة الليبيال مال الأسنان الأمامية. أبدي زين، شنو هي البورسلين ليبيال مارجن؟ مارجن يعني هاي اللي صايرة هناية. أما البورسلين فهي مصنوعة من البورسلين، هاي مصنوعة من البورسلين. وين أستخدمها؟ بالكولر ليس كراون. شنو يعني كولر ليس كراون؟ يعني اللينجوال سيرفيس والبروكسيمال سيرفيس مصنوعة من المتال، أما المارجن فمصنوعة من البورسلين. هاي البورسلين بالليبيال سيرفيس. الفينيش لاين، الفينيش لاين هو الخط اللي او هو المارجن اللي هي اخر مارجن. هاي هنا الفينيش لاين اللي صاير بين الجزء البريفير، هذا الجزء ماخوذ من السن، هو الجزء الحضانه، هذا السن بعده مثل ما هو، فصار بين البريفير الحضانه والان بريفير بعدنا ما محضرين، اللي راح تقعد عليه المارجن. هذا هو الفينيش لاين، لازم نوضحها ولازم يكون ناعم سموث واضح، كلير وناعم سموث ويل ديفايند واضح، وتقعد عليه هاي المارجن هناية. طبعا المارجن من اجي امدها خليها هناية لازم تكون على الفينيش لاين بالضبط، يعني ما امدها زايد هناية ورا الفينيش لاين ولا تحت الفينيش لاين، يعني ما تكون اوفر اكستنجن يعني ممتدة زايد، ولا يعني صاعدة زايد عن الفينيش لاين اندر اكستندد، فتكون يعني الامتداد مالتها حلو المارجن. الفينيش لاين انواع: النايف ايج، الشامفر والشولدر. النايف ايج يعني او فيدر ايج، يعني شلون حافة السكينة هاي يسوي سلايسنج كأنه تقطيع، فيكون سهل يعني easy to make. الشامفر استخدمه اسويه باستخدام الشامفر بير اللي هو هذا البير اسمه الشامفر، لذلك نسميه شامفر، يكون easy to make. الشولدر يكون كأنه ليج حافة، هاي حافة إيش قد صارت قياسة 90 بين منو منو بين الأكسيا سيرفيس ماسن اللي نذني وبين منطقة الجنجايفة اللي هي هاي. كلهن هاي الأنواع راح نبدي ناخذهن واحد واحد. النايف ايج يكون أكثر نوع نحافظ به، لأن راح آخذ شي بسيط هيك كأنه شريحة، فيكون أكثر نوع كونسرفاتيف يعني حافظ بيه على السن. هذا يكون اقل كونسرفاتيف من هذا الشامفر، اقل كونسرفاتيف الشامفر يكون اقل كونسرفاتيف من النايف ايج. اما الشولدر فيكون اكثر واحد مو كونسرفاتيف، لان راح ناخذ هوايه، هاي كانه 90 درجه. وين استخدمهن؟ استخدمهن بالفورمتال، اثنين هن النايف ايج والشامفر بالفورمتال واللينجوال اوف متال سيراميك. عندي الشولدر راح اجي اخذ يعني اشرح لكم اياه بالتفصيل لان بي انواع. هسه هاي يعني المحاضره نفسها بس صفحه ثانيه، راح ابعد الكاميرا حتى تلحقون شنو تسكرنوها. اخذتوا سكرين شوت، يلا هسه اكمل. الشولدر هو اكثر نوع ليس كونسرفاتيف، ليش؟ لانه راح اخذ هواي من السن. فبي انواع: الرايت انجل يكون زاويه قائمه 90 درجه من كل الاكسيال سيرفيس من كل اسطح السن، البيفل والسلوب، السلوب يكون 120 درجة. أجي على الرايت أنجل، طبعا كلهن يكونن ليس كونسرفاتيف، لأنه الشولدر بصورة عامة هو ليس كونسرفاتيف تايب، فكلهن يكونن ليس كونسرفاتيف تايب. وين يعني مو بيو أنه أنا راح أخذ هواية من السن، بيو أنه هو ليس كونسرفاتيف، إذا راح يعطيني بالك فورمات، يعني راح يعطيني مكان للمادة تقعد على السن، ماخذه هواي من السن، اذا عندي مسافه للماده اللي راح اضيفها على السن. فثلاثه: بوك اوف ماتيريال، بوك فور ماتيريال، بوك فور ماتيريال.
وين استخدمهن؟ ثلاثتهم استخدمهم نفس الاستخدام اللي هو بالميتاسيراميك، بالوجه مال ميتاسيراميك، فيشوف ميتاسيراميك، فيشوف ميتاسيراميك. اكو ملاحظة بسيطة انه هذا البابا استخدمه مو بالفيشوف ميتاسيراميك، من يكون عندي الميتال كولر، كولر عندي ميتال والسلوب، يعني بما انه هو سلود و 120 درجة اذن راح يكون هذا يعني جمالية اكثر ومتلائم بالفم اكثر، فهذا السلوب يكون بيولوجيكالي واستيتيك تمام التمام. هسه نجي على المارجن، المارجن هي الحافة قلنا اللي راح يقعد عليها الفينيش لاين. راح اترك لكم انا هنا صورة توضيحية لانواع المارجن اللي هي اكثر نوع هذا السوبرا جنجايفا ايش قد ما نقدر نسوي، والنوع الثاني هو السوب جنجايفا. هنا راح ابقي الصورة. السوبرا جنجايفالي تكون اسهل بالصنع، اسهل made easy to prepare easy to clean، بسهولة الواحد ينظفها يكملها يحضرها، حتى بالموعد اللي يرجع به المريض الريكول appointment راح يكون هم بسهولة تتسوى. هاي في حال كان سوبرا جنجايفالي، هنا هي الصورة. اما السوب جنجايفالي فلا، انه تكون السوبرا يعني فوق الجنجايفة، الويا الجنجايفة يعني الفينيش لاين ويا الجنجايفة، اما السوب جنجايفة يعني الفينيش لاين يكون تحت الجنجايفة. هذا حالات نادرة كلش نستخدمها، مثل اذا عندي تسوس، اذا عندي حساسية بالروت، اذا ردت انطي ريتينشن اكثر اقدر استخدم هذه السوب جنجايفالي.